لما نيجي نتكلم على لغة الكتاب المقدس، لازم الأول نقول إن إحنا لا نقدس اللغة، لا نقدس الحرف، إحنا نقدس الرسالة. لكن في نفس الوقت بندرك إن الكتاب المقدس اتكتب في ثقافة وزمن مختلف عن زماننا، يعني في فجوة ثقافية لغوية حضارية، فلازم نعمل بريدج عشان نقدر نفهم المعنى المقصود من اللي قصده الكاتب في البداية. مع ظهور مدارس النقد الكتابي، كان في مدرسة النقد الأدبي، دي كانت بتقول إن كتبت الأسفار كتبوا مش مجرد جمعوا الأسفار دي، ولكن كتبوا وفقا لحاجة اسمها literary conventions أو أعراف أدبية كانت سايدة في العصر بتاعه. كتاب جماليات النص الكتابي هو محاولة بتلقي الضوء على حاجة في أدبيات وجماليات لغة النص الكتابي اسمها figures of speech، أو بالعربي بنسميها المحسنات البديعية، وبعض الناس بتطلق عليها flowers of speech، يعني الحاجة اللي بتدي الكلام لون وطعم ومذاق. ممكن الكلام يبقى جامد جدا، ولكن ممكن الكلام يبقى ملغم ومشحون بالعواطف والأحاسيس. ده الكاتب بيوظف المحسنات البدعية ديت عشان يقدر يوصل أكبر قدر من مشاعره في كلام مكتوب على ورق. فممكن واحد يقول المؤمنين دول لازم يكونوا مؤثرين في المجتمع وحاجات زي كده، ولكن ممكن الكتاب يقول لك أنتم ملح الأرض، بيطلق العنان لينا، بيخلينا نشترك ونفكر قد إيه ممكن الملح ده يكون ليه أهمية، أو ممكن العالم بدون ملح ممكن يكون شكله عامل إزاي. عقلنا دايما متدرب على المقارنات، يعني لو عايزين نوصف حاجة بسرعة فهنبدأ نقول، زمان كانوا يقولوا سريع زي الجمل، بعد شوية زي القطر، دلوقتي زي الصاروخ، وهكذا. كل عصر بيحاول يدور على الحاجات اللي يقارن بيها المعاني اللي هو عايز يعبر عنها. في كتاب جماليات النص الكتابي هتلاقي التشبيه والاستعارة والكناية والمجاز والتجسيم، وكل دي عبارة عن طريقة ما للعقد مقارنة بين أشياء معينة، هنشوفها كلها في صفحات الكتاب المقدس. هنتعرف برضو الخصائص فنية عن الأمثال، عن القصص، قصص رمزية في الكتاب المقدس، قصص على لسان الحيوانات والأشجار، زي قصة سفر القضاء إن الأشجار مرة راحت تمسح عليها ملك، راحت للزيتونة والتينة والعوسج، وخيال جميل ومبدع. هنشوف في القصص حاجة مثلا إزاي لما بيحشي قصة بين قصة في وسط قصة تانية، ودي حاجة مشهور بها إنجيل مرقس بالأخص، في مصطلح اسمه ماركان ساندويتشز أو ساندويتشات مرقس، إزاي يبدأ في قصة زي مثلا قصة إقامة ابنة تايروس، وبعدين ياخدنا ويروح لقصة شفاء المرأة نزفة الدم، وبعدين يرجع للقصة تاني، بخلاف إن ده ممكن يخلينا متشوقين وإحنا بنقرأ القصة ومستمتعين، بس ده كمان ممكن ياخدنا إن إحنا نشوف مقارنة خفية ما بين المرأة نزفة الدم ويايروس نفسه. الدراسة ديت هتاخدنا أو يعني هتساعدنا في إن إحنا أولاً نستمتع بقراءة النص، نص الكتاب المقدس. الحاجة التانية إن إحنا القراءة الأولية للنص تبقى صح، وده هيجنبنا حاجة اسمها عظة جيدة على نص غلط. يعني دايماً ممكن يبقى العظة الكلام اللي بنقوله مظبوط جداً، ولكن مش هو ده اللي مكتوب في الآية. في إنجيل لوقا 16 في مثل وكيل الظلم بتقول إن لم تكونوا أمناء في مال الظلم فمن يأتمنكم على الحق؟ تلاقي بعض الناس تقول إيه؟ تبدأ تعمل مقارنة ما بين مال الظلم، أرخص حاجة في الدنيا، والحق بقى كحق في حد ذاته أغلى حاجة في الدنيا. في الحقيقة الآية ديت فيها حاجة بلاغية اسمها إليبسس أو الحذف البلاغي، يعني في كلمة محذوفة في النص التاني من الآية، هي بتقول إن لم تكونوا أمناء في مال الظلم فمن يأتمنكم على المال الحق أو المال الحقيقي. حاجة كده زي الآية برضو في لوقا اللي بتقول يعني إن كانوا بالعود الرطب يفعلون هذا فكم يكون باليابس. هي النص التاني في آية جزء محذوف
فماذا يكون بالعود اليابس. فطبعا لما نفهم القصة دي نبدأ نعرف إن الكاتب بيقارن ما بين نوعين من المال قبل ما نقفز لتطبيقات حياتية أو تعليمية تانية.